دمعان التوحد بين القائد وأبناء شعبه. احتشد الآلاف من وجهاء وشيوخ وأبناء عشائر الدعجة لاستقبال جلالة الملك عبد الله الثاني الذي زارهم اليوم في مضاربهم بمنطقة الماضونة شرق عمان. وعبر شيوخ ووجهاء وأبناء عشائر الدعجة خلال اللقاء عن تقديرهم للزيارة الملكية التي تجسد نهج الهاشميين في متابعة أحوال شعبهم في مواقعهم كافة وجهود جلالته في تحسين الأوضاع المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أبناء الدعجة أنهم يعاهدون جلالة الملك على الوفاء ويعاهدون الوطن على مواصلة البناء والإنجاز، وهم يسخرون كل طاقاتهم لخدمة الوطن وقائده. وعبروا عن تقديرهم ودعمهم لجهود جلالة الملك الإصلاحية ودعمهم لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها جلالته، والتي تكللت بإنجاز حزمة من القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية. وأكدوا أن أبناء الدعجة ككل أبناء الوطن يقفون صفاً واحداً خلف القيادة لمواصلة الإنجاز وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية والإصلاح الشامل والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بأمن واستقرار الوطن. وأعرب المتحدثون عن تأييدهم للإصلاحات التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدين أنهم مع الحراك الموضوعي المنضبط والملتزم بالقانون الهادف إلى التغيير المنشود والأفضل، لكنهم يقفون ضد أي اتجاهات تعكر صفو الأمن والاستقرار في الوطن، مشددين على رفض الأردنيين جميعا لكل أصوات الفتن وإثارة النعرات وأصحاب الأجندات الخاصة. وقال أبناء الدعجة إن الأردنيين على ثقة مطلقة بنهجكم، وهم يدعمون رؤاكم الحكيمة التي نرى فيها مستقبل الأردن المزدهر. ومع إصرار جلالة الملك على سرعة إنجاز خطوات الإصلاح السياسي وتوجيهاته بإجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام، إلا نبراسا لتجاوز العقبات التي اعترضت طريق العملية الإصلاحية خلال الفترة الماضية، مؤكدين توحدهم خلف رؤى جلالته وتوجهاته التي ستفضي إلى تحقيق الصالح العام وتبشر بمستقبل أفضل قوامه مزيد من التقدم والازدهار. وقدر المتحدثون عاليا ما تحقق في عهد جلالة الملك خلال العقد الماضي من تقدم اقتصادي وتوفير للبيئة الجاذبة للاستثمار وتصاعد وتيرة النمو التي كان لها مردود إيجابي على كافة شرائح الشعب الأردني. وعرض المتحدثون بعض مطالب واحتياجات أبناء عشائر الدعجة المتمثلة بتفويض الواجهات العشائرية في المناطق الشرقية وتحسين واقع المراكز الصحية وإنشاء المراكز الشبابية ودعم المشروعات الإنتاجية المدرة للدخل وتحسين البيئة التعليمية في مدارس مناطق تواجدهم. وتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني وثيقة عهد الوفاء قدمها المحامي يوسف الشواربة باسم عشائر الدعجة، والتي يؤكدون فيها التزامهم بثوابت الدولة ووقوفهم خلف مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني. كما قدم أبناء عشائر الدعجة هدية لجلالة الملك قدمها أحد أبناء شهداء الجيش العربي الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن والأمة. عماد الرقاد، التلفزيون الأردني.